ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا هاتفيا دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. صباح الخير يا دكتور، وبداية كيف أثرت التغيرات المناخية على ارتفاع درجات الحرارة؟ نشهد من حين لآخر حرائق مثلما التي كنا نتابعها منذ قليل في اليونان وغيرها في كوريا الشمالية من أمراض ناتجة عن هذه الارتفاعات المصحوبة لدرجات الحرارة. صباح النور يا أستاذ أحمد، أهلا بك يا فندم. طبعا العالم كله بيتأثر بالتغيرات المناخية وبيختلف تأثيره من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى. كمان التضاريس بتلعب دور أساسي في الظواهر جوية محددة وعنف لظواهر جوية أخرى. يعني التقرير اللي حضرتك ذكرته تقرير شامل ل بعض الظواهر الجوية العنيفة مثل الموجات الحرارية. الحقيقة أن الموجات الحرارية بدأت تتزايد منذ فترة طويلة والعالم لم يفطن إلى مدى تأثيرها على حياة البشر. صحيح. طبيعة الجو نفسه فيه تلوثات ناتجة عن انفجارات كونية وتجارب نووية، ويمكن لا يشاهدها المشاهد العادي، ولكن بالميكروسكوب ترى هذه النتائج المترتبة على التجارب النووية. نعم. والتلوث الهوائي، لأن هناك تلوث هوائي ناتج عن انفجارات الكونية وتلوث هوائي ناتج عن النشاط البشري على سطح الكرة الأرضية من مخلفات وما إلى ذلك. نعم. فكل دوت عندما تحدث ارتفاعات لموجات حرارية متتالية بتنتشر حرائق مثل ما حدث في اليونان، واليونان قريبة من المناطق تحت المدارية رغم أنها دولة أوروبية، إلا أنها بتتأثر تأثير مباشر بما يسمى بمنخفض الهند الموسمي، وهذا المنخفض يصاحبه عادة كتل هوائية شديدة السخونة. فعندما تمر فوق منطقة من الغابات بتكون فيها جفاف هذه المنطقة، وفي نفس التوقيت بتزداد فيها نسب غاز الأكسجين وهو عامل مساعد في سرعة الاشتعال للحرائق، فتنتشر هذه الحرائق. وعندما تقوم الحكومة بتطفئة هذه الحرائق بيتصاعد منه الدخان والرماد الدخاني الناتج عن الاحتراق، وهو يمثل بمثابة ليس غاز كربون ولكن غاز ميثان وغازات أخرى ضارة بالبيئة، ليس لفترة زمنية قصيرة، قد تطول الفترة الزمنية نتيجة استمرار مثل هذه الحرائق. وليست فقط على دولة اليونان، لأن الهواء يتحرك في نصف الكرة الشمالي في الطبقات القريبة من سطح الأرض ما بين الغرب إلى الشرق، وعلى سطح الكرة الأرضية وفقا إلى التوزيعات الضغطية من الشرق إلى الغرب. إذن هيطول تركيا جزء منها، ويطول أيضا دول شرق اليونان جزء منها، وبالتالي بيتلوث جزء كبير. فهذا حدث في منطقة ما ومثل ما حدث في كوريا أيضا، فهذا تأثير كبير جدا. وهذه الموجات على فكرة لا يستطيع أحد منعها مهما وصلوا من علم، ولكن منعها أو الحد منها بقدر الإمكان هو الحد من استخدامنا لطاقة الوقود الأحفوري. نعم أستاذ أحمد، تفضل. نعم تفضل يا دكتور. الحقيقه ان العالم مستمر في يعني عناده مع الطبيعه، والطبيعه ستستمر في عنادها مع الانسان، لان دي كلها متاثره بالنشاط البشري الانسان. فعشان نحد من هذه الانبعاثات لازم نحد اولا احنا من نشاطنا البشري في استخدامنا لطاقه الوقود الاحفوري بكل اشكالها. صحيح، ولكن ربما يعني هذا هو الأسلوب الأمثل لكي نستطيع أن نحد من هذه الانبعاثات، ولكن الظروف والتغيرات الجيوسياسية المتواجدة حاليا على الساحة لن تسمح ذلك ولا تسمح بذلك. نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت في أوروبا الوقود الأحفوري هو البديل عن الغاز الطبيعي، فكيف يمكن أن يكون هناك لفت نظر لكل متخذ قرار في دول العالم بشكل عام يعني اتخاذ هذه الأساليب كي نقي أنفسنا ونقي أيضا مستقبل أولادنا؟ فلا بد أن نلتفت جيدا لهذه الرسالة. بنشكرك دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، شكرا لوجودك معنا على شاشة إكسترا نيوز.